ويبقى الحب قصة يخلدها الزمن، واختار 14 من فبراير ليكون شاهدا عليها، ليتبادل المحبون الهدايا في هذا اليوم أحياء لذكرى حب لم يكتمل، ليكون متنفسا للشباب وسببا في التصالح بين المتخاصمين. يعني عيد الحب يمثل للشباب انه متنفس، المتخاصمين المتزعلين يتصالحون بهيج الايام، فرحون بعضهم، الاخوان، لا يعني مو ما مقتصر بس على الاحباب وعلى الازواج والزوجات، على الاخ والاخت تقدر تقدم الهديه، الام للاب، يعني هي فرصه انه تقدم شيء تثبت حبك للمقابل. إقبال المواطنين على شراء الهدايا في عيد الحب لإسعاد من يحبون، لكن المفارقة هنا وهو ألا يقتصر هذا اليوم على العشاق فقط، إنما تعداه إلى حب الأم والأب والأخ والصديق، ليعبر كل شخص عن حبه بهدية رمزية حتى وإن كانت وردة حمراء. إقبال كلش قوي عليها بمناسبة عيد الحب، يأخذون خصوصة الورد الطبيعي الأحمر أو دبب أو البوكسات يعني نحضر إلها، إقبال كلش قوي يصير بهاي المناسبة. زين، خاص بس العشاق أو؟ لا مو شرط، يعني مو شرط الحبيبة، لا الأم، الأب، الأخ، الزوجة، هيك يعني مو شرط إلا الحبيبة. كان حبا كل هذا أم ضلالات مشاعر أو بقايا من شجون ضاق عنها قلب شاعر؟ ويبقى الحب لغة يتواصل بها القلب، لذلك كل عيد حب وأنتم بسعادة. لقناة التغيير سعدون السلطان، كركوك.